مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. صباح الخير، صحيح الصبح بكير لأنه السفينة تبعتنا حتمر في مكان من أهم الأماكن في العالم، مضيق يعتبر من أهم المضائق في العالم، مضيق جبل طارق اللي بربط بحرين مهمين جدا اللي هم المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، اللي موجود بين مملكتين مهمات جدا اللي هم مملكة إسبانيا ومملكة المغرب. عرضه 13 كيلومتر. هاي احنا هون واقفين بدون زوم بدون اشي، هاي المغرب الشقيق وهون غاد دولة إسبانيا. نحن الآن في أضيق منطقة اللي هي بين الدولتين 13 كيلو. يعتبر هذا من أهم المضائق في العالم لأنه بتمر فيه عدد كبير من السفن الدولية، خاصة في موضوع التجارة والبحر ونقل السكان ونقل البضائع. ولكن هذا المضيق أيضا له دلالات تاريخية كبيرة، فهو من أهم المضائق اللي ذكرت في التاريخ، سواء أيام طبعا معظم الفيديو اللي انتم شايفينه الآن ركز على دولة مملكة المغرب الحبيبة. زي ما حكيت هلا بدي اورجيكم الجبل. طبعا ذكروا كثير من البحارة في التاريخ، فاسكو دي غاما، ذكروا قبله هرقل وارستقراط، وذكر في عدة كتب قديمة جدا انه تعرفوا اقدم حضارات بدأت في منطقة البحر الابيض المتوسط، يعني هذه معروفة. وهذا الشيء جعل من هذا المضيق يعني من المضائق اللي لم تنسى عبر التاريخ. وطبعا لا ننسى طارق بن زياد الذي عبر هذا المضيق، أيوه من هنا إلى هنا عبر هذا المضيق. وهنا في إسبانيا ذكرت المقولة دو من أمامكم والبحر من خلفكم، هاي إسبانيا، البحر العدو من أمامكم والبحر من خلفكم. نعملكم شوية زوم، هاي هيك إحنا إسبانيا، طبعا المغرب، هاي المغرب، هذا الجبل، هذا هنا الجبل. ما أعرفش إذا واضح بالنسبة لكم، في الأعلى فيه أضواء. هذا هو جبل طارق وسمي على اسمه هذا المضيق جبل طارق، وسميت أيضا بالإنجليزي جلبتار أو جبل طارق، تسمية تقريبا باللغة الإسبانية. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، يعني مكان رائع من أهم الأماكن اللي زرناها. هذا هو جبل طارق وهي نهاية المضيق. طبعا في سؤال مهم، ليش ما ينحط جسر يربط بين أوروبا وأفريقيا؟ ثلاث أسباب رئيسية، وليش أسباب سياسية وهذا السبب الرئيسي يمكن. السبب الثاني انه العرض مش كافي انه يكون في ارتفاع قوي، والشيء الثالث اللي هي بسبب الرياح اللي موجودة في هذه المنطقة اللي ممكن تأثر على الجسر. برضو في جبل هون وهي نهاية الجانب الإسباني. هذا هو المضيق إذا أخذنا من الجانبين، ونرجع لهاي الفوضى، هاي هنا أقصى الغرب وهنا أقصى الشرق. زي ما شايفين هذا هو المضيق. طبعا منطقة جبل طارق اللي في الجانب الإسباني هي أصلا تحت الحكم التاج البريطاني، وهي أحد المستعمرات، منطقة صغيرة جدا تقع في جنوب الجزيرة الإيبيرية، وهي تحت الحكم البريطاني، ولكن في 1981 أعطيت الحكم الذاتي
معظم سكانها بريطانيين يحملوا الجنسية البريطانية، وفي مطالبات من إسبانيا أن تأخذها، لكن منطقة هذا المقطع الإسباني، المنطقة الإسبانية شايفين الآن عم تطلع، وإحنا قطعنا تقريبا نهايته للمضيق. جميل جدا مع الشروق السفن تعبر، كمان في هون سفن، وهذا هو المضيق، هذا هو المضيق. فتكون الآن يعني هذا أفضل فيديو ممكن أخذه، لأنه الشمس طلعت الحمد لله شوية. زي ما شايفين هذا المغرب، والآن هذا المضيق، وننتقل إلى إسبانيا. هذا يمكن أفضل فيديو، ضو واضح هنا، هذا هو المضيق واضح جدا، هنا المغرب الحبيب، وهنا إسبانيا، مملكة إسبانيا. زي ما انتم شايفين هذا هو المضيق، خرجنا منه سلام الحمد لله. هذا جميل جدا، رائع، منظر خرافي. يستحق ان الواحد يصحى له الساعة 5:30 الصبح. افريقيا، اوروبا، المحيط الاطلسي، المحيط الابيض المتوسط، البحر الابيض المتوسط.